يقول إذا أردت الوضوء وأنا داخل دورات المياه هل أسمي الله وأنا داخل الدورة أم أتوضأ من غير بسملة؟ المعروف أنه لا يجوز ذكر الله في مواطن قضاء الحاجة، وتسمية على الوضوء عند جماهير أهل العلم سنة ليست واجبة، إنما القول بوجوبها من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وكونه يسمي عند الدخول إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله ويقدم رجله اليسرى ثم يدخل ويتوضأ، يكفي التسمية التي عند الدخول قبل أن يدخل في الحمام. نعم.